أعمل بشركة مواد غذائية وكلفوني بإتلاف المنتجات التالفة منتهية الصلاحية ورميها في الزبالة، مع العلم أن هذه الأشياء تصلح للاستعمال والأكل جدا، فلو أخذت منهم شيء آثم لا تأثم إذا كانت ليست مضرة لك أو لأخيك أو للزبالة. حينئذ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة أشياء، يعني ناجة أو كبش ماشي في الصحراء، فقال لك أو لأخيك أو لضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا لم تأكلها أنت لم تأخذها، ولم يأتي أخوك لا سيأكلها الذئب، يعني إباحة. فهكذا قالوا لك ارمي الأكل في الزبالة، وانت رأي أن الأكل جيد ونافع وجربته أنت فأخذت شيئا لنفسك لا بأس بذلك، أنت المتضرر إذا كان فيه ضرر، لكن أنت تقول أنه ليس بضار. ما حكم اللقطة؟ يعني أيضا كما يقول أخ، أحيانا نعمل في فندق ويقدم الأكل نظيف جدا للعميل الزبون، فالزبون يأكل قطعتين من اللحم ويترك ثلاث قطع، فيأمره مدير الفندق أن يرميها في الزبالة، هو نفسه طواقة، كل يا أخي بارك الله فيك.